هاي بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهاردة عندنا فيديو مميز جدا، فيديو اللي هو بيتعمل مرة في السنة. الفيديو ده ميك اب للكريسماس. انا بس عملت قبل ما اصور، كنتش هصور بصراحة، فقلت حرام بقى وكده وعمل لكم فيديو حلو. سرحت حواجبي الاول بالمسكرة دي من اسنس، دي درجة بلوندي براوز 01، درجة حلوة جدا. هي متحطش لون كتير، هي بتحط حاجة بسيطة. بعد كده بالفرشة الانجل دي جبت البالت بتاعت ام ان شيد اف، فيها لونين حلوين جدا. ثواني هوريهولكوا. اللون ده انا مليت بيه الفراغات اللي هنا، حاجة بسيطة. واللون ده انا رسمت بيه الحاجة كله خفيف وهطين، ما عملتش اي حاجة تانية، بس غير اني ايه عملت تركية كده. انا كنت بشوفها اجانب كتير بيعملوها، بس الاكيد انها حلوة. اسماء عادل قالت على الحبوب او اللي هي ما بتبقاش يعني حمراء قوي او صعبة قوي، ممكن تحط تكنسليها ب كونسيلر غامق، وانا ده الوحيد اللي عندي بريتي وومن. درجة 3. درجة 2. بصوا انا هعمل معاكم حباية واحدة بس، يعني انا حطيت على الباقي خلاص كده. الحباية دي بتحطي من الكونسيلر الغامق، بالنسبة لكم فاتح، بس لا، الكونسيلر ده بستخدمه ككونتور كمان، هو غامق. بس طبعا التصوير في الحته دي زي ما شفتوا في الفيديو اللي فات، التصوير متدمر. هتيجي بالبيزو بلندر بتاعتك الصغيره، انا عامله بيها من شويه، فاللي هو جهزيها تكون رطبه يعني مبلوله وعصرها. بصي انتي بتطبطبي، هتمسحي كده مش هينفع، لو مسحتي هيروح خالص وهيكتل عليها. انا خلاص انا كده حطيت الغامق، بعد كده حط نقطة من الفاتح. استنوا ليكو كونسيلر ده من ميبلين فاتمي، درجة 10. بكونسيلر ميبلين فاتمي انا هفتح اول مرة بقى، هحط الكونسيلر في الاماكن اللي انا عايز استخدمها. مش هتلاقي حبوب تاني، كنت مجرباها هنا هيبين لكم، بس عشان انا لسه مفتحتش. كنت عايزه اطلع لكم بعد ما انا اخلص الوش، عشان الوش ده متكرر وهنا كان في حبوب. احط بقى هنا انا ما بستخدمش فاونديشن غير فاونديشن الإيجر برو كفرج. فاونديشن ده للبشرة من العادية للجافة، ممكن مختلطة بس البشرة الدهنية لا، لأن هو جلو جدا جدا جدا. طبعا هنا مفيش هالات زي ما كل فيديو بيبقى موجود، لأني أنا عندي الموضوع ده بسبب أنيميا، فمرة بيكون فيه ومرة ما بيكونش فيه، بس هنحط له حاجة بسيطة. تمام كده اتشلفطنا. طبعا في الكريسماس هحدد الحواجب اكتر من كده، بس انا حاليا عشان قاعده في البيت مش حابه احددها واخد اللي في البيت. بصوا بدي انا طبطب على الحبوب بالقاعده بتاعتها، بصوا بتختفي خالص تماما، مفيش اي حبوب، بس انتي طبطبي كده او كده كده، اما انك تمسحي كده وانتي بتطبطبي لا. نعمل دي بس عشان ما تتنسيش، عشان تطبي حته رفيعه. هحط عليها برونزر. بصوا بنبيض بنبيض، يعني دوكو بقى وايه، شغل عالي قوي.
معلش انا ببص هنا بس عشان المراية هنا. ده قدامي كويس جدا. هنا ممكن تمسح حاجة بسيطة بس عشان ايه توصلي للكورنر اللي هنا. بعمل كده ميبلين فات مي. الكونسيلر ده ميزته للناس اللي عندها خطوط بقى، هو ما بيدخلش في الخطوط طبعا غير لو اتساب هيدخل، بس انا قصدي مش بيدخل في الخطوط، مش زي الكونسيلر زي التقيله اللي هي بتدخل في الخطوط. انا جربت بتاع الايجر درجه سيالو بيدخل، بيدخل قوي. اوكي هستخدم اللوس باودر بتاعت فلورمار. الدرجه دي درجه سيلفر ساند 308 تمام. تاخد معايا الفرشة دي وسوق تطلع. بنستخدمها ازاي؟ ان احنا بنشيل الاسبونجة اللي جاية معاها هنا، نعمل كده بس اهو، خبطة خفيفة جدا. بس لازم نتأكد الأول احنا ان هنا مفيش خطوط. ندمجه تاني بسرعة. بعد كده بعمل كده بسرعة. ليه؟ عشان انا بشرتي جافة جدا. حطي بقى على بشرتك كلها، احنا كنا حاطين مرطب او كل حاجة، بس تحطي على بشرتك كلها. بصوا هي بتطير، هي ناعمة قوي. انا جربت استخدم الاسبونجة واخفف على ايدي زي ما اسماء عادل دايما بتقول في كورساتها، ان احنا بناخد كده يا جماعه اهو كتير، بنخففه على ايدينا حاجه بسيطه، ونقوم واخدين حاطين كده. بصوا اي تركات هقولها لكم هقول لكم انا واخداها من مين، عشان برضو لو حابين تتابعوهم. طبعا فوق العين ادمج بسرعة بسرعة بسرعة. فوق العين انا عايزة اثبت حاجة بسيطة باللي كان باقي فيها، وحطيت حاجة بسيطة تانية. وبرضو دي تركية اسماء عادة كلها بنستفاد منها يا جماعة، مش هيبقى ان احنا نقول ان احنا واخدين الحاجة دي من الشخص ده. اسماء عادة بتقول ما نزودش باودر كتير فوق العين بالذات علشان الشادو، درجة الشادو تبقى قوية معانا كده. خلاص احنا خلصنا الموضوع اللوز باودر. دلوقتي بقى وقت الشادو. انا هستخدم الباليت الصغيرة بتاعت ام ان. انا بحاول اوفر لكم شوية، بحاول اخلي الناس اللي مش عندها برودكتس كتير هاي اند والحاجات دي تستخدم معايا الحاجات البسيطة دي. دي ام ان درجة اف اهي، دي اللي انا عملت بيها الحبايب. بصوا انتوا ممكن تاخدوها سكرين شوت عشان في منها درجات كتيره قوي. النهارده بقى هنستخدم الالوان المطرقعه اللي جواها عشان الكريسماس، مش عارفه بس هاخد فرشه كده، الفرشه دي مبططه كده. بصوا عامله ازاي، فرشة دي فرشة صيني مش من براند معينة. اخد اللون ده، اللون ده هاخده على الجنبين بتوعها يعني كده، هحطه على كامل الجفن. عايزه اقول لكم ان انا مدمنه اللون ده. بصوا بقى الناس اللي الاي شادو بيدخل منها بيتقل يعني في حته وحته لا، ده بيبقى ان هو ايه بيحفره كده. لا احنا بنلمس، يا دوب بنلمس، شايفين يا دوب
منع عن البهدلة اللي بتحصل، وإن الشجرة بتقي منك مش هتعرفي تخففيه. بصوا اللمسة، عايزة أخرجه شوية لبره. بصوا اسحبي كده اهي، عايزة اسحب ببطء بس اوريكو السن بتاعها. بنموه على قد ما نقدر. انا بدخل، بحب اللون يبقى داخل كده عشان انا عندي حواجب بعيدة، وانا مش بحب ارسمهم كده، مش بقربهم قوي من بعض. هنعمل تاني الناحية التانية، العين التانية كده. على فكرة البيجمنت بتاع ام ان كلنا عارفينه قوي جدا، بس طبعا مش زي كاركتر والهاي اند والحاجات دي. هناخد تاني، يا رب بس يكون واضح الشرح. في ناس بتقول لي ان هما بيعملوا عندي حلوة بس عندي لا. ليه؟ انت طول ما انت شغالة تبصي هنا وتبصي هنا، بصي هنا وتبصي هنا، حاجة زادت هنا نقوم مزودينها هنا، أو لو حابين نقللها. ده بقى شارب قوي منك، تركية تسمع عادي، كلنا بنتعلم منها يا جماعة. مش عيب خالص ان احنا نتعلم من حد ونقول ان احنا اتعلمنا منه. قالت ان الشادو لو هنا طلع منك بزيادة قوي، ممكن تاخدي شادو ابيض زي ده كده، بس ما يكونش بلمعة طبعا، ما يكونش شامر، وتقومي ايه مخففة اللي هنا. احنا وحسب مننا هوريكم. تحت العين بقى من اللون ده ناخد لمسة بسيطة قوي يعني. بصوا عملت حاجة بسيطة جدا. بعد كده بصوا الالوان دي عايزة استخدمها مش عارفة ليه. طب هنحط الاخضر تحت العين اهو، فرشة فلات كده. الفرشة دي انا كنت جايباها من عرض جوميا، كانت 3 في 50. انا اخد الاخضر ده، هنخضر يا جماعة، هنزرع، احنا هنزرع حالا. بس اول مرة استخدم الفرشة دي وحاسة انها كلت اللون. انا عارفه ان البيجمنت بتاعه اقوى من كده، في ايه مش باين اصلا. هجربه بفرشه تانية خالص، وهي الفرشه دي هتبقى اضمن. انا ما اعتقد يعني بصوا الله، جميل جميل قوي الاخضر تحت العين. بصوا بقى اسماء عادل دايما بتقول ايه، احنا ماشيين مع اسماء عادل يا جماعه. اسماء عادل دايما بتقول البنت اللي عندها خطوط كتيرة تنزل شوية بالشادو، يعني ننزل بالشادو، هي بتنزل الشادو بالشادو البنت اللي عندها خطوط كتير. انا عندي خطوط بس مش كتيرة للدرجة، يعني هما خطين بس. في ناس ما بتحبش تعمل الشادو من تحت كده، بتقول ان هو ايه بيبقى بايخ. لا هو بيبقى جميل، جربوه بس وطلع خوف يعني، متخافيش في الميك اب.
بص مش عارفة اعمل لون تاني ايه، بس بقول نغمق بقى. اخد البني الفاتح ده واحطه على الجفن ده كده، خدت الغامق خلاص. ناخد الفاتح كده وبعدين نغمق اهو. بصوا انا عندي فرش تانية كتيرة كتيرة جدا، وعندي فرشة الدمج، بس انا لقيت دي بتتباع جدا، يعني لقيتها بتتباع سنجل لوحدها. اما الفرشة دي يعني مرة واحدة اللي صدفتني انها بتتباع لوحدها، ملقيتهاش تاني. اما دي المنتشرة جدا جدا، بحاول اساعد بحاول اوريكم انا بقدر اعمل بيها ايه. مثلا خدت اللون برضو خفيف، بصوا احنا بنموه تمام. بعد كده بتاخدي البني الغامق اللي هو هنا، بعد البني فاتح بني غامق. طبعا في براندز كتيرة اقوى من ام ان واقوى من ده كله، بس لا الفيديو ده يا جماعة مش للناس اللي عندها ميك اب كتير، يعني للناس اللي على قدها، وبحاول على قد ما اقدر ما اطلعش الميك اب كله اللي عندي. بصوا خدي البني حاجه بسيطه، شايفين الجنب كده ده حاجه بسيطه قوي قوي. بطلعه لفوق ادمجه شويه، هنحط فيه ده اللي بلمع اللون ده. اللون ده زي كده ايه، نبيتي. نبيتي. بص بقى انا هجيب فرشة فلات وهجيب الفيكس سبراي بتاع اسنس وهنرش على الفرشة عشان ناخد بيها اللون الشامر. احنا قلنا هناخد بيها اللون ده هنحطه. انا بفكر يا جماعة نحطه في النص ولا نحطه فين، انا هجرب هنا كده. بصوا قوة اللون، لا بصوا نخليه من قدام، عجبني كده اكتر. اهو احنا لسه مخلصناش، احنا هنخضر تحت تاني عادي يعني. القلم الابيض ده من ام ان، ده كحل ابيض هحطه جوه العين. بصوا هطلعه كده تمام، طلعه لبره. انتي لو عينك واسعة ما تحطيش كحل ابيض، في ناس بتغلط في دي كتير قوي، تبقى عينيها واسعة وتحط كحل ابيض، تبقى عينيها ضيقة وتحط كحل اسود. انا كنت كده في الاول، كانت عيني ضيقة هي عيني ضيقة بس كنت بحط اسود، مينفعش كانت بتتقفل خالص. بص بقى لو برضو انتي مش عندك فرشة فلات كده اللي احنا خدنا بيها اللون الشامر فوق وحطيناه، في سبونج بتاعتها كده بتيجي قديمة اوي دي، هاخد بيها اللون الشامر بس الاخضر وهرش عليها برضو من اسنس، بس ده بيترجع يا جماعة. وهنحطه بقى تحت، عايزين بروبرو تحت.
شايفين؟ لهوي انا اول مره استخدمها، هي حلوه بس بتضايق شويه. سياره مالين، نقتصد نقتصد نقتصد. بصوا هاخد الفرشة دي، الانجل دي، بلاش ايلاينر ولا جيل لاينر ولا ام ان حتى. انا هستخدم الشادو الاسود ده، هرسم بيه ايلاينر بدي الفرشة دي، بعملها كتير في فيديوهاتي. طبعا هو مش السواد الفاحم ولا بجمال الجيل لاينر بتاع لوريال، بس ده بديله يعني، بنحاول نستبدل. بصوا اللوك اختلف، مش عارفه ليه بقول ما كنتش وصلت اللمعه اللي هناك للاخر ده. ممكن اغمقه على فكره، على فكره لازم تاخدوا بالكم لان الفرشه مش رفيعه للدرجه، بتضايق قوي. ممكن تبقى تعملي حاجة تانية خالص لو انت شايفاه كده غامق. اوبس، ممكن بدل اللون الغامق اللي انا حطيته هنا انت تحطي لون فاتح، بس ده يا جماعة كريسمس عادي بقى يعني، اخربيها براحتك. سحبت الايلاينر اكتر، حاول هنا يا جماعة حقيقي. أنا مدمنة أسماء عادل جدا جدا جدا، لأني أكتر شخصية بحسها وكل اللي عندها، كل اللي عندها سواء بقى بتقولها في كورسات أو لأ، هي بتقول كل حاجة. وبعدين بتطلع لنا لايف كتير أوي من كورس أو مثلا ماستر كلاس، بتطلع في حاجات كتيرة جدا، ما بتبخلش علينا بربع معلومة الصراحة تتقال. وانا ما خدتش كورس، ويعني يوم ما هاخد كورس انا هاخده اكيد مع اسماء عادل، بس انا تعلمت منها كتير جدا جدا جدا. عايزاك طبعا على الانستجرام هتلاقوها، يعني انسانه في قمه الاخلاق، مش عارفه اقول عليها، مش عارفه مهما اتكلمنا عليها هنبقى ظلمنها. بصوا البيجمنت بتاع اللون الاسود جميل وكل حاجه وفل قوي، بس ايه تقلوا عليه بالباقي في الاسود. انا هحط على الشيمر اللي هنا، بصوا عمل ايه، واو عجبتني عجبتني. طب ما احنا ممكن نعمل حاجه نتجنن عادي، بصوا هنطلع الطلعة كده بسيطة دي، شايفة انها جميلة ازاي؟ واو حلوة حلوة حلوة. انا عايزة اقول على حاجة، ان انا ما كنتش محضرة اصلا
احط الوان ايه. انا قلت انا هفتح البالت دي، انا ما استخدمتهاش من ساعه ما جبتها، قلت اعمل لكم عنها لوك تشوفوا انتوا تجيبوها ولا لا. فتحت قوي دي، عادي عادي. اسعارها تجنن. بصوا هستخدم لكم الهايلايتر ده بتاع بريتي وومن، الاسم اتمسح، بريتي وومن براند صيني. بس بجد يا جماعه لو هتستخدمي صيني في وشك زي ما انا عماله اعمل كده، الكونسيلر الفاونديشن كل حاجه ما تستخدمهاش غير انها تبقى براند نظيفه جدا وتبقى اوريجينال. بصوا هي متبهدله فيها التلات الوان دول، هاخد اللون الابيض. بيجمنت حلو بس هي فيها جلاتر. بص هحط ازاي، ويعملني تحت اهو. وهنحط تحت الحاجب عند عظمة الحاجب هنا حاجة كده بسيطة جدا جدا. يا ربي من قصة. بس هحطه هنا. بحب اطلع الهايلايتر هنا. بصوا بقى بالفرشة دي، انا ما حبيتش اعمل لكم ريفيو دلوقتي عن السيت دي ما لحقتش. بصوا الفرشة دي بتاعت البلاشر، عايزة اعمل لكم ريفيو عن السيت دي، انا جايباها من جوميا كان في بلاك فرايداي. وهستخدم البالت دي بتاعت ام ان دي شيد بي. لوسي ما بتفوتش فيديو لينا، خرب الدنيا. بصوا اللون ده شمر قوي، انا ما عنديش مسام فناوية استخدمه. باخد كده بخبط طبعا انتم مش شايفين حاجة لان التصوير هنا بالذات خرب الدنيا. بصوا بصوا لمعته، بصوا انا مكنتش حابه اعمل برونزر بقى، قلت انا اصلا خاسه جدا مش عايزه اغمق ومش عايزه اخس اكتر. بس ما علينا، هناخد البالت بتاعت ام ان، البالت دي شيد سي. هاخد افتح لون فيها هو اللون ده، الفرشة دي برضو الفرشة دي كلها صيني. هنغمق هنا مكان الحباية دي، هي اصلا غامقة بس مش عارفة ليه ظهرالكوا كأنها فاتحة، ظهرالكوا فاتحة. هنعمل حاجة بسيطة هنا، طبعا انتوا عارفين ان انا مش حاطه فاونديشن ومش حابه حد يتحاول بيه قوي. يعني ناخد لمسه وندخل على تركات اسماء عادل. انا مش من النوع اللي بيحب يعمل كونتور او اي حاجه في مناخيره بالذات، بس يلا. بصوا تركات اسماء عادل، احرقيها كده، احرقي مناخيرك، حطي لون بني نقطة المرة عشان فاتحة نفس البالت. وطبعا هحط هنا حاجة كده بسيطة من اللي كان باقي في الفرشة عشان اللون بس. بعد ما حرقتي مناخيرك ناخد لمعة هنا من النص، طبعا مش هتنزل بيها للآخر. والناس اللي مناخيرها طويلة متحطش اللمعة من تحت،
بتطولها اكتر، بتشد المناخير لتحت. شو بقى؟ هاخد ميكس الاحمر مع الرز، لان الرز اتقل من كده. الرز مع الاحمر يا خرابي يا خرابي، في ايه بس ليه كده؟ احنا كنا كويسين. فرشة الواحد بيستخدمها بالجنب كده، معرفش بقى هي كده غلط ولا لأ، بس هي مريحاني كده وناعمة. هنحط هنا خدت بقى التلات ألوان ميكس، اللون ده اللي هو شمر واللونين دول. لازم حد يبقى رزعنا هنا كده للكمية، عشان ايه زي ما احنا مرزوعين هنا كده. انا بشوف ان البالت دي بتوفر لك، يعني البالت دي بتبقى 75 او 70 جنيه، اما السنجل دي بتاعت اماندا درجة 10 دي الواحدة من جنيه. تمام، انا عندي حاجات تانية بس مش هطلع لكم حاجات كتير، عشان انا اصلا في البداية استخدمت فلورمر واستخدمت فاتمي، فدول غاليين شوية. بصوا هنعمل كده هنا، كمان ان احنا واخدين ايه ضربة شمس كده، واخدين ضربة شمس على وشنا. حبيت بص 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 بيلمع ازاي. نحطين طبعا مش هتحتاجي اصلا هايلايتر للخدود. الفرشة دي اللي كان فاكرها للدمج وكان جايب الست من جوميا، لا الفرشة دي ما تنفعش للدمج، ما تنفعش، طويلة جدا و بتعمل بلاوي. انا اخد الهايلايتر بتاع الهايلايتر الاصفر ده بتاع بريتي وومن، تحكوا كده. واحنا اصلا خربين الدنيا هايلايتر، احنا خربين الدنيا هايلايتر. حبايتي صغيرة لما جي عليها الهايلايتر كبرة، دي كانت غلطة مني. نحط هنا طبعا، مينفعش دي احطها على الانف، عشان انا عايزة اوريكو تريكاية سوما. هاخد الهايلايتر اللي لونه روز، بصوا بص منخير صغرت، طلع المنخير وهي صغيرة. كمل بقى هايلايتر هنا، هايلايتر حرف السي. بصوا بتبقي فيها هدي لمعة هنا كده. لو انت مش عايزة تحطي حرف السي ده، انا كده كده محطوش في اي فيديو فات، بس قلت المرة دي بقى نخربها. بضحك كده واقوم لمسة كده عشان دول بس كده يبانوا. كنا حاطين هنا، نسيت اجيب الروج عشان انا بصور في مكان مختلف عن كل المكان اللي بقى حاطة فيه الميك اب. بص بقى الروز ده كان جاي لي هدية، اسمه رومانتيك بيوتي، طبعا هو درجة 6 ومات رومانتيك بيوتي احمر. نحط
مش عارفه ليه حابه اروح احط روز، بس على فكره هو مات، بس يا لهوي زي الزبده كده، مش عايزه ادوس عليه. بص الاحمر يا لهوي، كويس اني مش خارجه من البيت يا جماعه. خرب بيت الاحمر، هو مش فايقه كده، فايقه بس مش فايقه، مش عارفه اقول لكم ايه. اوكي يا جماعه انا قاعده في البيت، مش حابه اركب رموش خالص، وللاسف ما لقيتش الرموش بتاعه جلامور، مش كنت عايزه اوريها لكم، ما لقيتش غير عندي دي اللي كنت عايزه اعمل عليها ريفيو، دي بتتباع في المحلات عادي، بتتباع في المحلات عادي. مش بصوا شكلها عامل ازاي، هوريها لكم جوه. ف طبعا شايفين اللوك بالرموش، هي دي انا قصاها مظبطاها لعيني لان هي كبيره هيقع جوه عيني. دي فيها وصلنا زي من جنبين، هنا قصير وهنا طويل سنه، بس هي معتمده على في النص. بصوا يا جماعه طبعا انتوا مش عارفين ده، يعني لازم تعملوه كده كتير قوي عشان تاخد تدويره العين، لان هي حتى وانتوا شايفين اهو باجي احطها كده طبعا اللوك ده مش هيكمل غير برموش، وانا في الكريسماس هركب رموش. بص يا بنات بقى للرموش، عشان احنا مش هنركب رموش دلوقتي، انا مش عايزه اركبها، وبرضه اللي مش عايزه اركبها دي تنية الرموش، هاتني بيها رموشي الاتنين، حط لها ماسكرا بس. اللي اول مره استخدم التنية دي واحده واحده، لان ممكن تقفل على الجفن، انا اعرف ناس بتاكل جفنها في السكه. عشان ما اكونش غالي عليكم قوي، من فلورمر، انا جايباها بقالها اكتر من سنه عندي، كانت بمية وحاجه، اللي هي شكلها كده، هي ما بتعملش حاجه غير لون بسيط. الرموش السفليه دايما اقول لكم ان دي للرموش السفليه، فك شعري بقى. لو عجبك الفيديو اعملي لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكل فيديو جديد انا بنزله، اتمنى الفيديو يكون عجبكم.